صلاة الصبح مركان أنا وهذا صاعد ما لنا هيسنين لكن قياس كمركان إسلام هاي صلاة الصبح صدم دقيقة يوح كير با كهري أيو معلن كي أنا قاعد ماشي مجا جوري يدجان كي ماشي ككل رئيسي وضب كنوش ذي هاي أو قرآن كي مركا وضع قرآني أيو معلن كي دينا على الكر دقي كدي من معلن كي مكعن صلاة الصبح بقى لجاري معلن كي متوسين وحال جاري وقتي أردو أي قراء ذا الدون أنا يسي معلن كي متوسين قريه مركا أنه قوة ذا النقرني ودي معلن كي أوي اللي يلي أو قراء يو وحلا ميدا اللي قوة ذا اللي أيالي يولي معلن كي قرح ذي بوتشيفا كدي من والا سوكا لأرضي أو آبهي با كميدها الله أولنا حريستي دادك سو أرضي قريقا نقال لديقاي معلن ولي تقريبا وحم ميدو إقبوها إلى مخرب كي كالا لقا قارو سكستا ايا وحي دختر لهيلي كري يا وحي مداوال لهيلي كري او دانو الهربادو استعماليين مركي لقا قوستي ايان آبها يو إماضي وحان كويد آبا رونتا مكوشا يقاها معلن كا أنيقا حباري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أشرفت بدن وسود هذا أدونك ملك استودك جوكتان الله إني بركيه وبرامشه إني أن نقول تقانين وشيكا الشيقة وسؤالها سفيركا وأن ألا وأنكم ارتقان علماء الصوماليد متي إنو سورة قشو أنكو سوقوانو مانتي وحفرحات إكرامة إشرف إنو إنو ولالكين شيقينا شيخ أبو بلحة إنه قد كإنه وجره ورئيس توسا وفرح الله أيان كقادي نبينا الرحمن شيخ أبو بلحة سوده ومركوره ما شاء الله بسم الله وبعد هذه آد بانونا وهي سفير الإسلام وأنا كفر أحسن هاي كولان كان أما اللقاء كان أما أنت وذاقي إنه إنه كلفوك اللهنا وحان ويديسنا يا ميد بركيسن إنه كردقو وأنا إذين مهد علينا يا وانا دوه الله أكبر يا شيخنا برامش كان وبرامش كشك الشيكاء واسكفرني علماء الشيكي إذا كبراني نبينا الرحمن ومعنى سؤال سفيرك لإرادة مارك سؤال شان كوي دينو سيداج عشان ويقول جوابي ساها دي كل ابتنى وكقود بيسا دي مارسات دون تاد وقود جوابي سابين الرحمن وحقصة وملعن أهلا وسهلا ومرحبا الله أكبر يا وحرم لنا إنا برانا مارك ورشيق أبو ضلحة وكما مقعيسو سدحان قويسوس كيسا برشاونك سودي أستاذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ما بعد وولالكين محمود شيخ حسن شيخ آدم شيخ إبراهيم يرانتي سين اللو يقاني محمود عداني إمن كذا هدى عذن الله اللينا أدوم كاللوغي يقانو أبو طلحة كون سغال بقول لحدن يتضبا دي إنان دا الشيبا اللاقي شيغي باللاقي ما شيغي لكن سندك أيا اللاقي شيغي مغالا دا آن كورد الشي مغا عيدا قدي بالي لدا ومغالا آد عانو ما اسمامولكا صومالي دا اتو بي اي قوميستو اللها كاقاده أي مر عاصمة ذا يو أهيت أدنى عاصمة ذا لباد أيو تاي عاصمة ذا كوباد واتشيك تيجا عاصمة ذا لباد نو جودي مقالة ذا جودي بان كل شيء وحان كل شيء عائلة الدينية سيداد أركيسيم هذا شيخ آد شيخ حسن شيخ آدم شيخ إبراهيم سيدا أوكل لنك هو يو الله ونحاري سلام ذا وويجه سيان عاوة وحال ليه كلي فاضمو حاج عمر الجري فاضم معان أيا لغو مغا عابي جيري أيا دانا أسرة دينية أو هادة بچوغة وابتيال كي علومو مشايخو أذو يقانا أيا إلهي سبحانه وتعالى تاسي فخر يفان ماهانه ومعلومات كأون وإلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يران تايدي شان سنة مركي آن قاريبا دوكسي قرآن أيال لإيقاليي معلن كيغا معلن ولي أيال ليه تشيري رحمه الله تبارك وتعالى قرآن كا إلى سورة يوسف
ayaan dhihi karaa ayuu macalinka ii dhigay. Kadibna aniga oo weliba yar ayaa biqudrati illaahi jala jalaaluhu habeen walba muddo 3 sano ah waxaa ii imaanayay nin aad u cad oo dhar cadcad qaba. Hal su-aal buuna i weydiinayo, wuxuu dhahayay ma waxaad doonaysaa noloshaada inaad baadiye ku dhammaysato? Marka magaalada Goday korkeedaan markaa degannahay, waan la yaabi jiray oo su-aal baan weydiin jiray. Waxaan dhihi jiray oo xaggeen aadaa? Wuxuu dhihi jiray waxaad aadaa xamar, anna dee ilmo yarna waan ahay, xamarna ma aqaano. Kadibna qofkii waa iska tegi jiray. Muddo 3 sano ah ayay ru'yada igu soo noqnoqonaysay, ilaa markii dambe aan u adkaysan waayey oon waalidkay aan la wadaagay bifadlillaahi tabaaraka jala jalaaluhu. Markaasi fatra kadibna waa la isoo fasaxay, keligay anigoo ah nin yar abaa la isoo fasaxay oo kitaab qur-aana wata, intii dhowr neef oo adhi ah la isoo gaday. Kadibna waxaan soo aaday meeshii la igu yidhi aad, weliba waxaa laigu dhihi jiray baadiye khayr kuguma jiro, waa inaad ka tagtaa. Xamartii baan imaaday bifadlillaahi. Waa qiso aada u dheeroon oo hadda aanan ka sheekayn doonin. Macalinkayga macalin Cumar ama macalin Goday ama macalin Tuulo, labaduba intaa 3 magac baa la dhihi jiray. Goday waxaa loogu bixiyey macalin Goday markii 77-dii Goday la qabsaday. Abti baanu u ahayn, soo macalin Biyamaala waa nool yahay xafidahullah. Kolba dadkii ardada aan isla ahayn kiliibka arday dhegaysaan si fiican bay u garanayaan. Kadibna waa dugsigii buu fasaxay. Waxaa la yidhi dugsiga maxaad u fasaxday? Qof jus ma dhammaynin oo cambuulo lama cunin. Wuxuu yidhi maanta Goday ayaa la qabsaday. Xaafadihii sidaasay maxaa la yidhahdaa macalin Goday ugu bixiyeen. Macalin Tuulana waa la dhihi jiray oo Madiino, xaafadda Madiino Xamar, xaafadda Madiino Macmacaanka Tuulay ahayd waqtigaas 77-dii. Marka macalin Tuule ayaa loo bixiyey. Macalin Cumarna de aabihii ayaa markaa Cumar la dhihi jiray. Taariikhdeeda oo kooban intaas ayay ahayd oo dhinaca ku saabsan wixii intaa ka dambeeya. Qur-aankii iyo cilmi barashadii unbaa bilaabatay ilaa ay dagaaladii ay markaa Soomaaliya ay ka dhaceen, kadibna dadkii dibadahaasi ilaa Kenya ilaa Suuriya ilaa dibadaha dadkii uun tegay ayaan ahaa. Haddadan aan kula hadlayana Safiirul Islaam waxaan kaala hadlayaa caasimada dalka Turkiga, Ankara. Waan ka baxay. Allah ku barakay ustaadi, waad mahadsan tahay. Haddaad noo sheegtid marka haddii suuragal tahay qoysaskaaga. Waxaan u maleyn inaad igu tidhi su-aalaha waad ka gaabsan kartaa wixii aad rabto. Marka alxamdulillah, ilaahay awlaad waa igu arsuqay, 8 caruura baa hadda joogta, alxamdulillah. Ya xaas, Allah ku barakay, jasaaka allahu khayran. Waan ku faraxsannahay shiiqay culimmada ugu yeerto ama bulshaday u taqaana shiiqa jacaylka inuu maanta qadka inoogu jiro, ama aan wareysi la yeelanayno farxad gooniya iyo waxay noo tahay karaamo gooniya. Aad baan kugu mahad celinaynaa ustaadi. Markii aan kasoo tago su-aasha labaad aan u socdo waxay tahay ustaadi, markii waxbarashada lagu jiro waxaa jirta dadka markii waxbarashada ku jiraan waxaa dhiba qofka ama kitaab hebel ama fiqi hebel, wax unbaa meel ka dhiba. Marka maxaa ku dhibi jiray ama aad jeclaa jirtay ama aad ku dhibi jiray noloshaada? Dhanka kale marka aan dara ka eegto isla su-aal labaad la socoto, kitaabkee jeceshahay markasta inuu gacantaada ku jiro ama akhriskiisa aad badiso? Soo dhowo. Horta intaan weynaaday alxamdulillaah waxba badan ma dhibsan jirin xagga kutubta iyo mashaa'ikhdeedana saaxiibaan wada ahayn. Laakiin waagii aan yaraa ayaan doonayaa inaan su-aashan aad iweydiisay inaan qiso dhacday aan kala wadaago. Anugu waxaan necbaa arday aad u dadaal badan baan ahaan jiray oo fahmo badan, marka garaaca ayaan necbaa. Marka macalinkaygii macalin Weli raximahullahu tabaaraka watacaala, maalin baa waxaan u arkayay runtii ul aanan mudanin markaa in laygu dhufto, inuu igu dhuftay anigoo laga yaabaa hal xaraf inaan meel ha ahayd kaaf ka dhigay. Bulaca Soomaalidu qayb ka mid ay dhahdo baanu soo qabannay. Bulaca ama mulaca waxaan ku tilmaamaynaa ama aanu ku qiyaasaynaa ama maskaxdanadu ay cabiraysaa inuu yahay macalinkii. Waanu dilay, kadibna maradaydii baan qayb ka gooyey, kadibna waan kafan baan oga dhignay. Waanu yaryarnahay markaasi, kadibna janaasaan ku tukanay, waxaan anagu ugu magacownay, kadibna waan soo duugnay. Waxaanu nidhi marka macalinkii maadaama uu na dhibay, maanta macalinka waan ka takhallusnay. Ilaahay qudradii
قلبكي مركان سيدا عن صوصة ميني هبينكي والاسكاس سيحضي هدي أرداد بادية أرداد باديها هبينكي صدح ده هبين نمو بالا سوكعا وضبلا شدا وأرداد أي سوكعا ومعلن كو سوكعا وقرآن كلا دياريا كالعادة سيدي بعد عضي صلاة الصبح مركان أنا وهذا صاعد ما لن هي سنين لكن قياس كمركان إسلاهي صلاة الصبح صدم دقيقة يوح كير با كهري أيو معلنكي أنا قود ماشي مجا قريقي يدقان كي ماشي ككل رئيسي وضبك نوشي دي هاي وقرآن كي مركا وضا قراني أيو معلن كي دينا عالولكا ديغي كدي من معلن كي مكعين صلاة الصبح بقى لقاري معلن كي متوسين وحال لقاري وقتي أرددو أي قريع دا الدونين يسي معلن كي متوسين قريه مركا أنو كو وضا نقوني ودي معلن كي أوي اللي يلي وقريعيو وحلا ميدا لقا وضا هاللي أيالي يولي معلن كي قرح دي بوتشيفا كدبنا والا سوكالا أرضي وآبهي با كميدها الله أولنا حريستي دادكي سو أرضي قريقا نغالا ديغي معلن ولي تقريبا وحم ميدو إقبوها إلى مخرب كي كالا لغا قارو سيكاستا أيا وحي نختر لهيلي كري وحي مداوال لهيلي كري أردان ورهربادو استعمالي يين مركي لغا قوستي أيان آبهي وإماضي وحانكوين آبرونتا مكوشيغاها معلن كا أنيغا هباري usha igu taalana waad u jeedaa kadibna aabahay deenin sheekh abu aha markiiba ima canaananina wuxuu yiri intu soo qaaday tahaliil ama ashir ayuu yiri aaba ku tufo u duce ilaahay inuu caafimaadiyo ana ballan ku qaadaya inaan uldambo lagu dhufanin sidii baan maxaa la yiraahdaa aan ugu duceeyay ilaahay qudradii markiiba biyihii markii saa loogu sayray ba indhuhu kala qaaday oo soo fariistay horta qisadaasi waxay ahayd qiso iga soo martay run ahaantii waxbarashada iga soo martay bay ahayd ama qaybta kale sidii baan ilaahay iga badbaadiyay sheekha ushiisi iyo macallinka oo mar dambeba u layguma dhufanin ama kitaabka aan ugu jeclahay runtii kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa abu jamra xadiidkaasi kitaabka waxaa iska lahaa sheekh la yidhaahdaa cabdullaahi ibn abi jamra al azdi ayaa iska lahaa waa kitaab 294 xadiid ah oo laga soo xulay saxiixaynka كتابك وحان كتش على هذيون آذ أو كتش على هاي سبحان الله وكتابك آن كؤن لفري أو حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم عرب كيس الصومري كتابك أقوه ريي أو آن أغريستي بوها وحان كو أغريستي مقال هذا حمر حافد سيقالي شيخ إي أخرين الشيخ بران سولي كل بضتك إذا جيسان هاي تقول دأ ذي دأ آذ بي أقرنا يان طلبادونا انت بدن وين مغلين رحمه الله وقت الأحذيرة ayuu hargeysa ku geeriyooday allah u naxariiso subxaanahu wa tacaala kitaabkaasi waa kitaabkii ugu horreeyey oon duubay 1995tii aan maxaa la yidhahdaa ii keen aan ka duubay oo duuban ayuu noqday markaa kitaabkii ugu horreeyey ee aan jeclahay mar walba inaan daraaseeyo aqriyo sharxiisa kama hadlayo kitaabka matnigiisa weeye waxa aan doonayo inaan aad iyo aad u cabiro nacam